حطوهم حطمتوا حطمتوا الاقتصاد، ما فهمناش الدوله هذه اسكو راهي حبه تنوط الاقتصاد تاع البلاد ولا حبه تريب. انتوما قاعدين تقولوا باللي حنايا الدوله راهي في ازمه وماناش حابين نخرجوا الدولار، مانيش حابين نخرجوا لورو، لعبنا الصعبه يا دين الناس. قاعدين تجيو في لورو ولا مش قاعدين تجيو 5000؟ جاتنا معلومات باللي راكم داخلين 5000 تراكتور اجنبي تاع الهند وتاع لاشين مدخلينو من هنا. الحدايا تاعنا رادمين وقاعدين ناكل فيه البيض، يعني اللي حرام هذا مش حرام، يعني حتى لو بصا يعني حتى راهو بصا ما بقاش يدينو زين هذا، وبربي ان شاء الله ما يتباعش. جميل جميل، بربي ان شاء الله دريم يقولوا احنا جايين قديرين.